أحداث الحلقة الأولى، عليا في الحمام حابسي نفسها، والدها تصرخ لها، ثم تخرج عليا وتذهب لمكان الزفاف. بعد ذلك الجميع في الزفاف يعطوا ورقة الزواج لعليا لكي توقع عليها، لكنها متوترة ومرعوبة. تترك عليا القلم ولا توقع، ثم تقوم وترقد خارج قاعة الزفاف، والجميع يذهب خلفها ويسألها ماذا حصل لك، لكنها لا ترد على أي أحد. ينهار العريس وينزعج كثيرا. أهل عليا يأتوا الجميع إلى المنزل، ثم ترى والدتها أمام الباب وتبدأ بالقتال معها، وتقول لها لماذا فعلت هذا بنا. ثم يدخل إلى المنزل وتقول لها والدتها لماذا حصل لك، ماذا حصل لك في كتب الكتاب، لماذا هربت. تصمت عليها، وبعد قليل ترد عليها على والدتها وتقول لها لا أريد الزواج. تنصدم والدتها من سماع ذلك، ثم تبدأ بضربها. شريف في السيارة لوحده، ثم يأتي إليه صديقه أحمد. يقول له شريف ماذا أتى بك إلى هنا؟ يقول له صديقه أحمد أتيت لكي أطمئن عليك. ثم يسأل شريف كيف الوضع في المنزل، يقول له أن الجميع يتحدث عن الذي حصل، ثم يقول له هل هذا البيت، هذه البنت مجنونة. يقول أنا هذا أبشع موقف تعرضت له في حياتي. تذهب رضوى إلى غرفة عليا وتقول لها ماذا حصل لك، لماذا فعلت هذا. تقول لها عليا أنا متعبة جدا لا تسأليني، وتسألها عن والدتها. بعد ذلك تطلب عليا القهوة من رضوى، ثم تذهب رضوى لتحضر القهوة. تراها والدة عليا ثم في المطبخ وتسألها ماذا تفعلين. تقول لها رضوى كنت أعد القهوة لعليا. ثم تقول لها والدة عليا لا تعدي لها القهوة، بل افعلي لها طعام من البارحة وهي لم تأكل. تسألها والدة عليا هل أخبرتك بأي شيء. تقول رضوى لا لم تخبرني بعد. تقوم رضوى بتحضير القهوة والطعام، ثم تأخذه إلى غرفة عليا. هلا تذهب إلى سهير ووالدة عليا وتقول لها أنا لم أنام من البارحة. تقول لها هلا هل جننت يا سهير. ثم تقول لها سهير أنا ألم تري الفضيحة التي فعلتها ابنتي البارحة. تأتي عليا محضرة نفسها للذهاب مع هلا، لكنها والدتها لا تسمح لها بالخروج. تذهب هلا إلى غرفة عليا وتكلمها وتقول لها عليا لقد ضربتيني يا هلا. تقول لها هلا لقد كنت تفتش غاليها من المصيبة التي فعلتها. ثم تقول لها عليا لكن ليس بهذه الطريقة، أنا كنت سأتزوج للهروب من غليلها. تذهب عليا إلى غرفة والدها لتتكلم معها وتقول لها هل تسمحين لي بالتكلم معك قليلا. تقول لها والدتها عذرك ليس مقبول. تقول عليا لأمها أنا لم أأتي لأعتذر، أنا أتيت لكي أشرح لك لماذا فعلت. هكذا تحاول والدتها بطردها خارج الغرفة، لكنها تقول لها أرجوك اسمعيني. تقول لها عليا أنا كل عمري لم أكسر لك كلمة واحدة، وأنا قبلت بهذا الزواج لأجلك، لكنني لم أقدر لأنني لا أحبه.
ثم تقول لها والدتها حب مازا، تقول لها أن الرجل جيد جدا وأنه يعاملك باحترام، ويقول لها أن ربي سوف يحاسبك. ثم تصرخ عليها والدتها وتطردها خارج الغرفة. كانت أهم أحداث الحلقة، ولا نداكم في أمان الله. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.